الحقيقة هذا فايز بيتي من أعجب الإعاقات التي رأتها عيني. يعني الأخ فايز هو ولد أصم وأبكم، وبعد أن أتم 18 من عمره فقد البصر، فأصبح أصم وأبكم وأعمى. طريقة التفاهم الآن يعني تعجب، يعني من أعجب هذه الإعاقة الآن أن الأخ فايز الآن يعني طريقة التفاهم سمعه وبصره ونطقه وكلامه وأخذه وعطاءه وتعرفه هي بواسطة أطراف أصابعه، فأطراف الأصابع عنده هي السمع والبصر والكلام والأخذ والعطاء وكل شيء. تعجب الحقيقة منها شد العجب، يعني وإن كنا لنعزيه على فقدانه لهذه الحواس، ونسأل الله جل وعلا أن يبدلها له في الجنة ويرزقه الصبر وعلى فقدانها، إلا الحقيقة في الأمر الآخر الحقيقة نغبطة أشد الغبط على الدين اللي عنده، والتمسك بطاعة الله ودين الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحمل هم هذا الدين. يعني تعجب الحقيقة، لو أسرد عليكم بعض القصص، يعني سمح وقت البرنامج أعطيكم قصة وقصتين تعجب منها. يا أخي الرجل سكن عندنا أول ما جاء للرياض، سكن عندنا في النادي، في نادي الصم. يعني هذه القصة الحقيقة أنا دائما أذكرها، لي فيها عظة وعبرة الحقيقة. سكن عندنا في النادي، وجيت يوم الأيام في الليل زي الأيام هذه، يعني بين برد وحر وبرد وحر، لقيته متلطم، كان أيام هوا. يوم دخلت ويلمس وجهي بهالطريقة، قال عبد الرحمن؟ قلت نعم. قال شف فلان وفلان 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 لازم كلهم يفصلون من النادي، يقصد العمال العاملين في وسط النادي. قلنا وش المشكلة؟ يعني ضاربين سائر مضاربة، يقول يبي يفصلهم ولازم تبعدونهم. وبعد ما هدينا، والله يا أخواني إن يعني ما هي مبالغة، عيونه حمراء من شدة البكاء. تعال يا فايز وش القصة؟ يعني إيش القصة؟ وش اللي مزعل فايز؟ يوم بعد السؤال الرجل يقول ليش ننام عن صلاة الفجر؟ لاحظ أنا جيتها بالليل الساعة 8 مساء، وهو زعلان من الصباح، فات صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر، ما قام يصلي للساعة 8 الساعة 7 بعد خروج الشمس، صلى وجماعة. وبعد السؤال والتحري من إمام المسجد الدكتور عبد العزيز المسعود واللي عنده والحارس العامل حارس النادي، الرجل يسكن عندنا، شوفوا الأعجب، الرجل يسكن عندنا سنة وثلاثة أشهر أول مرة ينام عن صلاة الفجر. يعني سنة وثلاثة أشهر واحد أصم أبكم أعمى وأول مرة ينام عن صلاة الفجر ونايم، وما هديناه إلا باللي التي واللتي حتى أن هدت أعصابه وسكت. فالحقيقة يعني وين الأصحاء الأسوياء اللي يقبعون جيفا في بيوتهم وقت صلاة الفجر؟ المساجد برمتها تشتكي من المتخلفين عن صلاة الفجر. وهذا ما عمري ركبته معي صباحية من الصباحيات، قال يا عبد الرحمن أنا فايز زعلان. قلت ليش؟ قال يا أخي صلاة الفجر ما فيه إلا نص صف، المسجد ما فيه إلا نص صف، ليش ما في أحد؟ المغرب مليان المسجد والفجر نص صف، الناس نايمين. يعني قصص تعجب منها. يعني قصة صارت يعني قبل فترة في النادي، يأتي عندنا في النادي، شوفوا يعني كيف أن الرجل يحرص على تلقي طلب العلم. وكيف عندنا في النادي محاضرات تقام كل يوم اثنين، ويحضرها جمع كبير الحقيقة من الصم. فايز يحضر، الحضور كلهم صم، المترجم الناطق الشيخ يتكلم، الشيخ يتكلم والمترجم يترجم، الصم ينظرون إلى المترجم وهو يترجم المحاضرة. فايز ما ينظر، فهو يضطر أنه يجلس مع واحد من الصم يأخذ المحاضرة من واحد من الصم. وش يسوي؟ الأصم ينظر إلى المترجم، وفايز جالس قدام المترجم معطي قدام اللي ينقل له، ومعطي المترجم ظهره، هم من يأخذ المحاضرة في اللمس. شوفوا من مترجم المترجم المترجم كيف تصل المعلومة. ومع هذا مرة من المرات يعني مشهد الحقيقة لا أنساه، يوم جاء يبي أحد يترجم له، لأن في أشخاص يعرف لهم زين، يدورهم فلان فلان وين فلان وين فلان، ما لقاهم. وأكثر الشباب يقول لك قعدنا نترجم له وجلسنا يعني ننقل لها المحاضرة، بيفوت علينا شيء كثير وحنا ودنا نستفيد، ومحاضرة ربما تكون شيقة وربما تكون قصص متواصلة، وحنا نبغى الناظر يعني، ولا قعدنا نشرح راح علينا الوقت، فما أحد عطاه يعني أحد ترجمنا. والله يا إخوان ما أزود عليكم، أنا قاعد يصيح جالس يدور وعيونه تبكي وتصب بدموعه، يبي يستفيد من المحاضرة، ما عنده من يترجم له.
شوف حرصه على الاستفادة وعلى التلقي الحقيقة، يعني يعجب الإنسان أشد العجب. يعني قصص كثيرة كثيرة كثيرة. يعني مرة من المرات قال له واحد في المسجد المجاور عندنا، يعني احنا فاتتنا الصلاة وقصة طويلة الحقيقة، يعني جينا متأخرين وقيمت الصلاة فاتتنا ركعة وركعتين، وهو بيتوضأ، وهو إذا توضأ يسبغ الوضوء ويغسل العضو 3 مرات وبهدوء، وأنا على وضوء ماني جالس انتظره. دخلت المسجد قلت الولد انتبه له وجبه، واحد من الأولاد في الحارة قلت له جبه. أنا دخلت المسجد وصلينا، يوم صلينا أنظر إليه يقضي ركعة وركعتين، التفت أنا بعد الصلاة بعد ما خلص لقيت رجال واقف عنده، جيت وسلمت عليه قال هذا معك يا أخي؟ قلت له، قال يا أخي هذا ما يشوف لكن هو ما يسمع. قلت له هذا أصم وأبكم وأعمى. قال لا إله إلا الله، أنا ما رأيت حياة بعيني في عمري رأيت مثل الشخص هذا. يا أخي يقول لي قل له يصلي في البيت لا يصلي في المسجد. قلت أنا أعرف رد فايز، لكن قل له خلنا يعني ما على الرسول للبلغ، تعال يا فايز. الرجل يقول لك يقول لازم تصلي في البيت لا تصلي في المسجد. أمر يزعل ويعصب ويلمس الرجال، وهو طريقة تعرفه وشوفته للرجال باللمس، ويتلمس الرجال ويلمس ثوبه من هنا وينفض ثوبه. يا أخي أنت مالك دخل، ليش تنصحني؟ تبغاني أصلي في البيت؟ أنا حرمة أصلي في البيت؟ أنا أفوت عليه 27 درجة، الدرجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أنا حرمة أفوت عليه 27 درجة؟ لا 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 لا، أنت مالك دخل، بدل ما تنصحني تروح تثبطني تقول لي اجلس صلي في البيت. والرجال جزاه الله خير خايف عليه إنه يتعرض للخطر، يتعرض. والله يا إخوان الرجل يعني بهيت من هذا الجواب وقال أنا جل حنا وش نقول لأنفسنا، يعني حنا وش نقول لأنفسنا؟ إذا أذن المؤذن فرش الواحد مصلاه وصلى في البيت، وحنا وش نقول لهم؟ راح وخلانا، وكان حاضر إمام المسجد أبو علي هذا وعندنا، وكان حاضر مجموعة الحقيقة تعجبوا من هذا الجواب. تعجب يعني الرجل يتعرض في اليوم 5 مرات للخطر. يعني قبل فترة جاي حادث الآن، هو يعني هالأيام قبل الحج مكسورة رجله ومجبصة كلها علشان رايح المسجد ومصدوم. يعني ودائما ما هي مرة ولا مرتين، يصدم يطيح في حفرة يطيح كله رايح للمسجد وجاي المسجد. قلنا له يا فايز جبنا عامل المسجد يجيبه، مع هذا ما يصبر يروح بدري للمسجد. يقول له صل في البيت، يقول لا أنا ما أصلي في البيت لازم أصلي في المسجد. قصص تعجب الحقيقة منها أشد العجب. يعني هذه نبذة والحقيقة مختصرة عن فايز، ولعل بالحوار يتبين بعض الأشياء من الأخ فايز. يعني إلى الخيرات دعوتهم. لا نقول لأخينا فايز ولغيره ممن ابتلاهم الله من إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة إلا كما قال إبراهيم بن محمد بن طلحة رحمه الله يعزي عروة بن الزبير رحمه الله على مصابه إذ قال والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع لبعض إن شاء الله تعالى. وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. مع دعائنا المولى القدير أن يبارك في أيام هؤلاء العظماء، وأن يخلص نياتهم ونياتنا له سبحانه وتعالى، وأن يجازيهم على صبرهم ودعوتهم وثباتهم بخير، وأن يخلف لهم بما هو خير من خير، وأن يكلأهم وإيانا بحفظه، وأن يجعل منهم وقودا يذكي عزائم هذه الأمة ويرد ضالها ويعمق حياة السطحي منهم، إنه جواد كريم. مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات أخي الفاضل عبد الرحمن، شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوت نور وعطاء تجنو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وعطاء تجنو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا.